شركة بلاك روك غالبا لم تسمع عنها. الآن إليك التالي، هذه الشركة لو كانت دولة لكانت أغنى ثالث دولة بالعالم، ثروتها تفوق 10 تريليونات دولار. أسسها روب كابيتون ورولاس فينغ، وهي الذراع الرابع لقوة أمريكا. تمتلك شركة بلاك روك حصة في أغلب الشركات الكبرى كتسلا وأمازون وغيرها، ومن مقرها في نيويورك تسيطر على الصحافة والإعلام العالمي بأدوات كثيرة وقوية. فهي تمتلك علاقات متينة مع مسؤولين بحكومات حول العالم، وحصة كبيرة في شركات الطيران وصناعة الأسلحة، وتسيطر على سوق الأدوية في أمريكا. بل تمتلك حصة في مجمل الشركات الضخمة مثل ديزني وABC وفوكس، لتمتلك بذلك سطوة إعلامية تستطيع تغيير الرأي والأخبار لصالحها دوما. هل كنت تعلم بوجود شركة مثل بلاك روك؟